بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هنا ده العداد بتاع الكهرباء بتاع الأوتوكلاف اللي هو قلنا بيقيس الضغط جوه الحلة الداخلية اللي هي فيها المية والبخار، الستيم جنريتور بتاع الجهاز ده بقى اللي بيشغل ويفصل الكنترول ده، تمام. ده بيدي اوردر هنا تشغيل عن طريق الثلاث فرد دول، تشغيل وفصل للكوندكتور هنا. احنا قلنا الكوندكتور هنا بياخد اشاره على الكويل، اول ما تيجي اشاره على الكويل يروح موصل الثلاث فرد دول بالثلاث فرد دول. هنشرح بسرعه كده الكوندكتور كده مكوناته بسرعه، بعد كده نرجع للعداد تاني. هنا في ثلاثة فاز بيخشوا من هنا كده، ثلاثة بيخشوا من هنا كده، بيخشوا على المفتاح الثلاثة فاز دوت، ده مفتاح عادي ومعروف، بيطلعوا من المفتاح على المفتاح الاوتوماتيك هنا او الثلاث فيوزات لو موجودين، بيطلعوا من هنا الثلاث فرد اهمت على الكوندكتور اهم، تمام. بيطلعوا من الكوندكتور على الثلاث فرد اهمت اللي رايحين للسخانات الجهاز. الجهاز طبعا بيروح له اربع فرد، ثلاثه وواحد ارضي بتاع الثلاثه فاز، ثلاثه فاز بثلاث فرد كهرباء وفرد ارضي. الفرد الارضي بتبقى ماسكه هنا في المسمار ده جسم الجهاز، حتى لو بصيت هنا معايا كده في هنا فرده اهي، الفرده دي موصله تحت، دي بتاعت الارضي بتاعت الجهاز. يبقى دي الثلاثه كهرباء بتاع الجهاز. اللي بيخلي الكوندكتور ده يشتغل او يفصل ان في هنا في هنا نقطه هنا كده بتوع الإشارة، في هنا اهو يعني في المعاني هنا، في ادي نقطة الكويل اهي، واحدة اهيت وواحدة اهيت، دول لما بيجي لهم إشارة بيخلوا الكوندكتور ده يروح نازل لتحت كده، يروح موصل الثلاث فرد دول بالثلاث فرد دول. طيب بعد كده الكلام ده بيطلع على الريد، هقول لكم وظيفته في الاخر. نقطة دي نقطة المية، خليها برضو في الاخر خالص، يعني في ناس بتخلص ما بتحطهاش، بس هنشرحها في الاخر خالص. يبقى دي الثلاث فرد اللي احنا قلنا عليهم بتوع السخان، وهنلاقي هنا في اربع فرد كنترول. الاربع فرد كنترول دول فيهم واحدة بتاعت نقطة المية قلنا هنخليها شوية، وفي عندي ثلاث فرد تانيين بتوع الفصل والتشغيل، وهم بيوصلوا هنا في الثلاث فرد بتوع العداد اللي هو بيدي اون الكوندكتور يروح ينقط او يروح سايبه اوف، يروح سايب في الكوندكتور يفصل عشان ما يقعدش يسخن ويطلع بره درجه الضغط اللي احنا عايزينها ويعدي الضغط تلاقي 2.5. يا باشمهندس عصام كده مره كان بيحكي لي انه جري في المستشفى هو وخلى الناس كلها تجري وراه عشان الاوتوكلاف ما شاء الله عدى الضغط بتاعه. سلام على باشمهندس عصام طبعا حبيبي ومستاذنا كلنا. نرجع بقى العداد دوت هنشرحه، بعد كده نيجي تاني للكنترول. ادي العداد قدامي اهوت، هنا هلاقي فيه بتاع كده بمسمار، تمام. هفكه لكم عشان تشوفوه من جوه احسن. بتفك كده وتشيل دوت وبرفع الغطا ده بيظهر قدام العداد كده. العداد زي ما احنا شايفين كده في تدريج وفي مؤشر اهو، وفي ثلاث نقط توصيل، وفي هنا حاجزين كده، ده بحدد بيه اقل نقطه بيبدا عندها المفروض ان ده المينيمم وده الماكسيمم. هقول لكم بيعملوا ايه بالظبط دلوقتي واحنا شغالين، هيبان وظيفتهم بالظبط. المفروض ايه اللي بيحصل بقى جوه الليله دي كده، المفروض لما الضغط هنا بيعلى المؤشر ده بيتحرك كده بيجي يخبط هنا، تمام، او هنا طبعا دي برضه التوصيل، بيجي اول ما يوصل لحد اقصى حد انا عامله هنا الماكسيمم يروح ملمس نقطتين ببعض، يروح فاصل الكوندكتور، يروح راجع تاني. طبعا المايه بتبرد فالمؤشر الضغط بينزل فبيرجع تاني، يرجع تاني. المفروض انا بحافظ على معدل، يعني مثلا اقول له ايه المفروض انا عايز 2.1 بار، انا عموما يعني بحط المينيمم بتاع 2.1 بار والماكسيمم على 2.3 2.4 بار، بحيث هو يوصل لحد 2.3 بار 2.3 بار ويقف، يدي اوف للكوندكتور. بعد كده لو برد فبينزل المؤشر يلقط تاني عند 2.1 بار، يرفعه لحد 2.3، يقعد بقى كده ايه طول الثلث ساعه بتاع التقييم بتاعنا رايح جاي بين الايه بين النقطتين دول. القصه دي بقى بتحصل ازاي؟ بصوا بقى ركزوا معايا عشان ده الايه ده التهمه كلها. في هنا ثانيه واحده اجيب بس اخش تاني خليكم معايا. في هنا ايه المؤشر الاسود ده اللي تحت، في هنا اهو شايفين البنز دوت الصغير ده ماسك في المؤشر، المؤشر يطلع بيطلع معاه ينزل معاه، تمام. في بقى نقطه ثانيه اللي انا بحركها دي،
دي فيها سوسته كده زي ما انتم شايفين اهي، دي على طول انا لو شلت الحاجز ده اللي هو البنز اللي طالع دوت، البنز ده لو انا لغيته السوسته دي هتلف 360 درجه، هتلف خالص. فايه ايه اللي حيشه ان هي تلف؟ البنز ده. عامله ايه بقى السوسته دي؟ موصله الفرده اللي هي ماسكه هنا، اللي هي الفرده الخضراء دي، الفرده الخضراء دي اللي هي ماسكه مع ايه؟ مع البنز ده. تمام؟ الفرده دي هي الفرده الحمراء اللي هنا. فهم عاملين ايه دلوقتي؟ ملمسين بعضهم، كل ما المؤشر بيطلع هم هي عشان فيها سوسته زقه مع المؤشر، فبتفضل زقه نفسها معاه. لحد فين؟ لحد ما هتيجي هنا كده، لحد ما تيجي للفاصل ده. لو بصينا هنا كده تحت هنا هنلاقي في بنز نازل اهوت، ده بيمنع الفرده دي ان هي تكمل. يعني لو بصينا كده بصوا، انا بزق اهو، بزق اهو، بصوا حجزت هنا، سابته، سابوا بعضهم، بصوا سابوا بعضهم، بقى المؤشر لوحده اهو. ده بيفضل يعلى، السخان شغال، الكوندكتور شغال زي ما هو، بيفضل يعلى لحد ما هنلاقي هنا في حاجز اهو تاني، وفي نقطة توصيل تانية اللي هي النقطة الكابل الأبيض دوت، ده بيفضل يعلى 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 لحد ما ايه؟ هيلمس في النقطة البيضاء، النقطة التانية اللي هو ايه؟ معاها خط الأبيض اللي هي النقطة دي. أول ما لمس هنا بيفصل الكوندكتور هنا، أوريكم ازاي بيفصل يعني. يبقى ايه؟ كده هو مشغل، موصل النقطتين دول ببعض، فمدي أوردر تشغيل. جه عند النقطة دي ساب النقطة بتاعت التشغيل. طب هتقول لي يا باشمهندس طب ازاي هو ساب نقطة التشغيل كده وما فصلش هنا؟ هشرحها لكم، ده قصة الريلي اللي جوه الايه؟ اللي جوه الكنترول. فهو بيمشي يمشي 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 لحد ما يلقط في النقطة التانية ديت، يروح فاصل، مد إشارة فصل للريلي، الريلي بيدي إشارة فصل للكوندكتور، يروح الكوندكتور فصل السخانات، يبرد يبرد يبرد، ينزل 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 لحد ما يوصل نقطة التشغيل دي تاني، يروح ملمس فيها، يروح طالع فيه، يفضل يطلع تاني لحد ما يلمس في النقطة بتاعة الفصل، يفضل بقى هو ايه في الحتة كده رايح جاي رايح جاي طول التلت ساعة بتوعنا. بعد تلت ساعة احنا بنفصل الكهرباء عليه وخلاص، على كده يبقى الدورة خلصت ونفتح البخار. ده كده تمام. احنا لو بصينا هنا كده على الافو كده مع بعضينا بسرعة، هنا هنديكم التاني، هنا هوصل ادي النقطة كده، النقطة الكومن بتاعتنا اللي هي النقطة الخضراء اللي هي على المؤشر. المفروض الوضع كده التكلاف مش شغال، انا كده عندي ايه؟ عندي المفروض لما انا بص الكهرباء هيشتغل. يعني ليه؟ لان النقطه الكومن اللي هي الخضراء ماسكه في النقطه الحمراء الثانيه، لو انا حطيت كده عليها اهو اداني قرايه على الاف. لو انا بحرك ده كده هيفضل مديني قرايه طول ما انا ماشي لحد هوب خبط في الحاجز اللي هنا دوت، وفصلوا عن بعض اهوت وصفر الاف. تمام؟ طيب نفصل ده كده ونجيب ده هنا النقطة البيضاء. أنا همشي كده أهو، هرفع 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 هرفع، كل ده النقطة البيضاء مش واصلة. هتوصل إمتى؟ أول ما ده يلمس ده أهو، لمس إدى إشارة فصل، هيبرد السخان تاني، يرجع هنا يروح ملمس النقطة التانية. تمام؟ هنخش إن شاء الله بقى في الفيديو اللي جاي بقى عشان نشرح إيه القصة دي بتعمل إيه في الكنترول. السلام عليكم ورحمة الله.